معانا كمان حمص بيتسلي على النار، لان الفته بتاعتي هتتعمل بالحمص واللحمه. ما تشتريش علب الحمص، ما انتش عارفه تاريخ الصلاحيه المصدر. جيبي نص كيلو حمص ونقعيه من بالليل ساعتين ثلاثة أربعة، حطيه على نار بالشكل ده كده، استوى أهو. وكمان الحمص من الأكلات المعروفة في الشتاء. فصيل طبق فتة في غلبة كتير، هي مش طبعا مش لحمة راس ولا هي عكاوي ولا هي كوارع، لا هي فتة الحمص باللحمة والزبادي. هنعملها مع بعض إزاي؟ وأنا حبيت أعمل الطبق ده بما إن السفرة بتاعتي عليها طبق صيامي رز بالفاصوليا هيلسي، مش بقدر الإمكان ده هيلسي 100%. الرز طبعا على فكره مش مؤذي، احنا اللي بنخليه مؤذي ان احنا نعمل رز معمر، نديله معلقتين سمنه بلدي وحليب ودسامه وقشطه، ده الرز المعمر. نقول لك ايه، ما تاكلش رز، الرز نحط له عليه سمنه، انما الرز بطبيعته كربوهيدرات ونشويات الجسم بيحتاج لها ايا كانت مراحل العمر كانت. وانا شخصيا لو ما اكلتش رز كل يوم بحس ان انا ما اكلتش، ومع ذلك سمبتيكا زي ما حضراتكم شايفين، بقدر اتحكم في نفسي. فمهم جدا ان احنا نشوف ازاي نعمل طبق فته قيمته الغذائيه عاليه جدا وفي تفاصيل كتيره. مقاديره على الشاشه: لحمه مفرومه، حلو، زبادي، بتجيب العرض اللي هو 6 وحدات دولت وتفضيهم في بوله معاك، حلو الكلام. عيش محمص، ايه الحلاوه دي، عيش محمص، بصل وتوم، معلقه فلفله حلوه اللي هي الهريسه، شويه بقدونس او كزبره خضراء معانا، والبهارات العربية، وزبادي وطحينة، وكل ده ألف أنا وشيفة. ولكن اللي أنا طبعا بضعف له الصنوبر، ده مش صنوبر بس هو شبه الصنوبر بما يرضي الله، أنتوا عارفين الشيف صادق معاكم، أنا بجيبه دايما لأنه شبه الصنوبر وقلبي حن للصنوبر. الصنوبر الكيلو ب 2000 جنيه ولا ب 3000 جنيه دلوقتي، بلاه مش عايزينه يا عم. اللوز الحلو ده يا مزاجه، اللوز بتقطع في بعض المحلات بتاعة المكسرات بتلاقوه بالشكل ده كده مش متحمص، بتحمريه في شوية سمنة وشوية زبدة وتحطيه على وش الطبق الفتة، بيخلي قيمته الغذائية عالية جدا، وقيمة وبرستيج وإيميج وكل حاجة حلوة. هنخليه جنبينا هنا هنستخدمه بعد شوية. يا نعم يا فندم. ومعانا حمص، إيه ده؟ إيه الدلع ده؟ ومعانا حمص على النار جاهز أهوت ومتحضر، زي الفل، ده الحمص استوى أهوت. فرصة جوزك في اجازه النهارده، راجع الاولاد من المدارس، اعتقد المدارس كمان اجازه النهارده، حلو قوي. طبق الحمص الشامي الحلو ده اللي الناس بتيجي على الكورنيش تقطع تذكره وتيجي تستمتع بجو مصر وطبيعه مصر. هي حلوه مصر بكل اللي فيها وتفاصيلها حلوه، ما نستغناش عن ترابها. طبق الحمص الشام ده بقى على الكورنيش بيساوي حاجات كتير قوي، يا رب ادمها علينا نعمه. شويه شطه، شويه كمون، عصره ليمون، يا ويلي حد كان الطبق ده تاني، شويه كمون، شويه شطه، عصره ليمون، وفي قلب الكوبايه مع ميه الحمص الشام. الف صحه وقيمه غذائيه عاليه جدا، لو عندك دور برد هيطلع على طول مباشره. تعالوا مع بعض نعمل اليوغاتليه بتاعتنا للفت. ادي اللحمه المفرومه اهي، حلو قوي اهي، لحمه مفرومه ضاني كندوز انت وجيبك، نص كيلو تقريبا او كيلو الا ربع حسب عدد افراد الاسره، حلو قوي. معاهم شويه برغل بإيديا كده، كبشة برغل بعد ما يتغسل وتتصفى ميته يبقى معانا بالشكل ده كده، كبشة برغل، حلو قوي. نشيله من قدامنا البرغل. معلقة فلفلة حلوة، اللي هي الهريسة، تعالي يا هريسة، زي الفل. في قلب الإيه؟ الحشوة. شوية التوم المفرومين الناعمين، معلقة طحينة حلوة كده في قلب العجينة دي. ايه الجديد ده يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ ده الجديد. معلقه الطحينه دي لما تخش النار دلوقتي بعد ما نقلب الكفته مع بعضيها وتصطدم بالدهون بتاعه اللحمه، دي حكايه قصه. حلو قوي، زي الفل. شويه بقدونس مفرومين، بايدينا كده. والبهارات بتاعتنا هناخدها ونروح عند البهارات مع بعض كده عشان نستمتع. ايه البهارات يا عم الشيف؟ شويه بابريكا، شوية فلفل اسود، الملح بتاعنا، شوية كمون، شوية زعتر، حلو قوي. وتعالوا نقلب الخلطة دي كلها مع بعضيها، حلو، بإيدينا. دي لازم نتعامل بإيدينا. كبة مش لازم، ما عندكيش كبة مفيش مشكلة، الدنيا مش هتقف على الكبة. شفت لون اللحمة اتغير ازاي؟ قلبيها كويس حتى تنسجم مع بعضيها،
حتى الانسجام. اه دي مهمة جدا على فكرة. اه وفي نفس الكاسرولة دي هتجيب كاسرولة تانية. اه دي لازم تقلبيها كويس عشان كلها تختلط ببعضيها. اه نعم يا غالي. اه لو في كبة يبقى حلوة مفيش مشكلة، مش هنقول لأ يعني، بس أنا أحب دايما أستطعم اللحمة بإيديا قبل ما أستطعمها ببقي. اه أحس بغنوتها كده وهي زي في إيديا زي الملبن. اه شفت حتة اللحمة اه فيها تفاصيل كتيرة، فيها خبرة طهوية كتيرة. هتقولي لي تفك؟ مستحيل. البرغل هنا عصب، التوابل اللي أنا حطيتها مع معلقة الفليفلة الحلوة فليفر وطعم تاني، زي ما هي كده يا عم الشيف في كاسرولة تانية. اه اللهم صل على النبي. ونحط شوية زيت زيتون. حلوة أهو. ونعمل شوية كور من اللحمة دي كده. الفرن أخباره إيه؟ زي الفل. أه تاني. أه بتحط إيدك في الزيت ليه يا مغازي؟ عشان الحتة تبقى إيه؟ تتسلك في إيديا كده وتبقى زي الفل. أه أه يلا اهو اللهم صل على النبي. تاني اهو، تاني اهو، تاني اهو. وانا شغال كده اهو. هتعملها مع الفته دي ازاي؟ اصبر على، لازم تقعد لاخر الحلقه، في حاجات كتيره انا بسيبها للاخر عشان نشوقكم. اه دي كبيره شويه للامانه، صغرها. اه تاني اهو، واحدة واحدة كده اهو. هنعمل الكفتة دي بالشكل ده كده في درجة حرارة الفرن عند 180. الفرن جاهز مأمن عليه، فريق عمل بنأمن على كل حاجة قبل ما بيطلع لحضراتكم هوا. اهو بعد الكفتة دي بتستوي في قلب الكسرولة، هتديني شوية ذهب بهريز. البهريز ده يا عم الشيف هيساعد في ايه؟ في ان انا احطه مع الشوربه اللي هغرق فيها العيش بتاع الفت. الله عليك يا شيف. آه. آه. البهريز اللي هينزل من اللحمه. اه زي الفل، ربنا مبارك. اه زي ما هي كده كلها مع بعضيها. اه درجه حراره الفرن عندي 180. بصوا عليها كده بصه حلوه. اه كفته بعد طبعا ما شفناها الاول، حطينا لها برغل، حطينا لها فليفر حلو، حطينا لها توابل، وهندخلها الفرن مع بعض دلوقتي في درجة حرارة الفرن 180 أعلى درجة. أه زي ما هي كده، ما تحطيش أي سوائل ولا أي حاجة، أنا عايز الجوس بتاع اللحمة والبهريز بتاع اللحمة والتتبيلة هستفيد بيه في إن أنا أغرق بيه العيش بتاع الفتة اللي هو ده. أه دي المدرسة الطهوية دي، إحنا بنشرح كل حاجة على التفاصيل. هندخل دي في الفرن. أه اقفل الفرن ولا اخليه؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ فرسان التلفزيون المصري، الصوره داخل الفرن، احنا مش بيهمنا. طيب تعالوا مع بعض نطلع فاصل نشتغل في طبق الفته بقى، لان الفته فيها شغل كتير للامانه يعني. حلوه قوي. اللحمه في النار وعندنا العيش، بس عشان نعرف قواعد عمل الفته دي بالذات، اللحمه بالبهريز بتاعها بالبيون والذهب اللي هينزل منها في النار عايزهم انا، وعندنا العيش متحمص وزي الفل، معانا طحينه ومعانا زبادي وفصين من الثوم وشويه بقدونس مفرومين وعصره ليمون وزيت زيتون، ونشوف ازاي نعمل صلصه اللبن او طبخه اللبن اللي هنعملها علشان الفت واحنا مع بعض. اهو بوله كبيره دي مدارس بقى. بعض بيستخدم السمنه البلدي في طبق الفته، البعض طبعا بيكتفي بزيت الزيتون، البعض بيحمر الصنوبر او اللوز ويحطه مع السمنه في قلب اللبن، حاجات كتيره يعني. فتعالوا نشوف الشيف يعملها ازاي، وكل مره اعملها بشكل مختلف وبطعم مختلف. ده زبادي العرض، سته عليهم واحده ايه ببلاش. اه شوفي تاريخ الصلاحيه، تاريخ الصلاحيه ممكن مش واخده بالك منه، هعلمك على حاجه حلوه. علبه الزبادي لما تشتريها من السوبر ماركت لقيت الغطا اللي فوق ده عامل زي الكره الكفر كده واخد شكل دائري، اعرف ان هو اتخمر والعلبه عايزه تتفتح، عايزه تطفش، التبريد مش كويس او بقاله فتره طويله، دي علامه برؤيه العين. رحنا على البيت ما خدناش بالنا،
فتحنا الغطاء بتاع علبة الزبادي، لقينا مية كتير على وش علبة الزبادي، نبدأ نبحث على تاريخ الصلاحية ونبحث على المصدر وندوق قبل ما ندخل بالمعلاة ونعوم معاها، يدوق كده بسنة لسانة، في حموضة يبقى بلاشها. دي تفاصيل لعلبة الزبادي، لأن ممكن يجي لابنك الطفل الصغير تلبك معوي، تيجي له مشاكل في المعدة، مشاكل في القولون، حاجات دي كلها، ومعدة الطفل ما بتتحملش، وإحنا كلنا بنأكل أطفالنا الزبادي. حلو الكلام؟ سامعكم أنا، بتقولوا حلو الكلام. طيب ننزل بالطحينة. الله، كلها. خلي بالك اللحمة اللي أنا حطيتها في الفرن فيها طعم الطحينة. زي الفل. ناخد معلقتين من التوم، أنا بحب التوم الني والطازة، برضو حذاري يكون عندك فصين توم في التلاجة، بالتأكيد التوم لما بيتفرم ويقعد فترة طويلة بتبقى ريحته مش لطيفة، يفضل إضافة توم طازة للزبادي في حالة استخدامه فتة. معلومة غير معلومة، يفضل استخدام التوم طازة في حالة لما أجي أعمل طبق فتة بالزبادي. أدي التوم، الله، ونقلبهم مع بعض مع شوية بقدونس حلوين كده وشوية الملح الحلوين وعصرة الليمونة يا عم الشيف. اللحمة في الفرن، اللحمة في الفرن، زيت زيتون. خلي بالك تفاصيل العمل وانا شغال، الرز غرفناه وخلص معانا، ما اعتقدش انك تعملي الفتة بقى وتعملي الشوربة وتقعدي جنب الرز لما يستوي، لا خالص. زي ما انا ماشي بالتفاصيل دي كلها. وعندنا شوربه القرع العسل على النار بتستوي، فاحنا واقفين في المطبخ لنا فايده، مش مضيعين وقتنا هدر. ونقلب ده مع بعضه. الطحينه بتدي قوام كريمي للزبادي. شايف اللونه اتغير ازاي؟ اللهم صل على النبي. حطها في التلاجه بقى، جوزك اتاخر للظروف عمله، اولادك اتاخروا، الضيوف اللي انت عازماهم في تاخير، ده ما يتسابش بره. طالما اتحط عليه توم لازم يتحط في التلاجه. نخليه على جنب، ده خلصنا منه. نجيب طاسه صغيره الحجم ونحمر شويه صنوبر، ده مش صنوبر، ده لوز، يا مزاجه اللوز، احنا مش بنكذب. على النار دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا زعلنيش. هتحمر التوم في زيت زيتون ولا سمنه؟ طبعا ده عادي، فممكن احنا نحمرها في شويه سمنه حلوين، اللي هو سوري اللي هو الصنوبر او اللوز، في شويه سمنه حلوين. حلوه زي الفل. قطع النار كده، ومعانا الصنوبر، انا مسميه صنوبر بس هو لوز برضه عشان ايه تعبير ما ياخدناش. زي الفل. والزبادي جاهز، الليمون بتاعنا ده كده هناخد واحده ولا اتنين نعمل جرنش منهم، واحنا شغالين كده مع بعض واحده واحده يا عم الشيف. السكينه بتاعتنا اللطيفه الحلوه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الليمون دلوقتي تعملوا منه جرنش على السفره بتاعتك، عامله طبق تبوله، طبق فتوش، التقطيعة بتاعته بتبقى جميلة بالشكل ده كده. طبق الفتة ده بيحتاج لعصرة ليمون واحنا قاعدين، مفيش مشكلة. عندنا طبق شوربة سي فود، دي ليمونة عملت معانا قد ايه زي الفل. كنا نحط هنا سلايز ليمون من ده كده يدي شكل حلو. ادي الليمون معانا جاهز. اخبار اللحمة ايه في الفرن؟ بص عليها كده، اللهم صل على النبي، بص على اللحمة بقى وشقوتها، بص عليها زي الفل. تقريبا خلاص استوت، بص عليها. حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الحلاوه دي؟ تفك مين يا راجل يا طيب؟ سيبها شويه كمان. في قلب الفرن. تمام، نهرسها بالخلاط. ادي السمنه، ننزل بالصنوبر او باللوز. الشباب اهو زي الفل، تقليبه حلوه، ده اللي هيدي طعم حلو اهو. معلقه سمنه بتحمري فيهم شويه صنوبر او شويه لوز زي الفل، ما
ما عندكيش عندك عين جمل ماشي بتكسريه وتحمريه؟ لا ما ينفعش الفول السوداني، احنا مش بنعمل جلاش. سنة بابريكا كده حلوة بحبها أنا دايماً على المكسرات، الجو ده حلو قوي، خلي الواحد ياكل منها كتير. الله شوف هعمل ايه دلوقتي بقى التركية. بص على الحلاوة، بص على الحلاوة بالله عليك، تبص على الحلاوة شوية من ده كده. واخلي شوية ازين بهم طبق الفتة، تمشي على النار بعيد عن النار خلي بالك. ونقلب كده. شويه لبن بيتكلم مصر بخلطه مصريه، ده كده جاهز. نكمل طبق الفته، استعد عشان تشوف اللحمه الحلوه الطيبه. شيل ده من هنا كده ونوسع لنفسنا شويه. اللهم صل على النبي. يا ويلي اللحمه هنا مكانها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز البهريز اللي فيها ده، ما اقولكش ايه الحلاوه دي يا عم. بص على الحلاوه بالله عليك، تبص على الحلاوه، بص على الحلاوه، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده يا شباب؟ ايه الحلاوه دي؟ الحله هتولع ايدي. بالشكل ده كده. شوفوا هنعمل ايه دلوقتي، هناخد البهريز ده كده بس. بص اللقطه دي. بص على الحلاوه دي. على العيش. يا ويلي ده المطبخ ده فن يا اخوان. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ هناكل العيش ونسيب اللحمه. شفت الجو ده كده؟ زي الفل. خلي اللحمه على جنب. انا بقى بصراحه يعني عايز احط ايه الزبادي بتاعنا بالشكل ده كده، ولازم العيش يبقى فيه طعم التكسيره. الرز اختياري، بس احنا عندنا رز بالفاصوليا فمش لازم احط رز. اللحمه بتاعتنا الجميله، اللهم صل على النبي، اهي. ازين الطبق كده. كلنا طبق فته بشكل تاني وبطعم تاني ومدرسه تانيه خالص، اعتقد ان مفهوش دسامه كتير اهو. ده انا هعمل تركية دلوقتي هتعجبك قوي، لازم تصبري معايا للاخر. اوزع اللحمه بالتساوي كده عشان كل واحد يضرب المعلقه يطلع له نصيبه. لسه ما خلصتش، عايز انا البهريز اللي مكان تحمير اللحمه ده، التركايه بتاعت المغازي المعتاده. بص على الحلاوه، ناخد شويه الزبادي الحلوين دول كده نسقطهم هنا. المطبخ لازم يكون فيه شويه كده بركه، فيه شويه حب، فيه شويه افتكاسات كده وحاجه حلوه بالشكل ده كده. حلو قوي. نقلب الزبادي اللي انا حطيته ده في الكسرونه مكان تحمير اللحمه. ركزي معايا بس عشان الصوره الحلوه. السر في الشويه دول، ده البهريز ده اللي هيخليكي تاكلي طبق فته ما اكلتوش من ايد حد غير من ايدك انت. شفت البهريز ده كده؟ على فين يا عم الشيف؟ على فين يا عم الشيف؟ سخنه الحله، سخنه الطاسه، اوعى تعور ايدك. ننزل على وش اللحمه، هو ده. طبق فته فيه غلبه كتير، فيه شغل كتير، ولكن معمول بحب ارضاء لكل الجماهير اللي بيتابعونا على القناه الاولى والفضائيه المصريه في انحاء العالم من خلال شاشه التلفزيون المصري. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ تعالى يا عم الشيف بقى، حاجه مهمه جدا، لسه التركايه، لسه الخير جاي. شويه اللوز يا مزاجه اللوز. على الوش. يا ويلي فعلا الصوره الحلوه الإبداعية لما تتعمل بحب تتكلم عن نفسها، والصورة مش تعني ألف كلمة، لا تعني مليون كلمة. بس الكلام ده على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.
الله.